السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بومرداس لنقف على الأشغال نتاع الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس، وانا نشوف طريق هذا هنايا، هذا انا بالأبيض اللي ينطلق من منطقة كورسو، إذن يصل إلى منطقة ليفيي هنا، وعندنا المحول اللي وصله بالطريق الساحلي هذا، هذا الطريق الساحلي اللي يروح باتجاه كاب جنات ودلس. إذن هذا هو الطريق، والأشغال تقريبا يعني انتهت تقريبا 100%، بقات بعض الأشغال. هنا الصور هذه عندها 3 أشهر، إذن لكن هذا هو المسار تاع الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس. وهنا نشوف العرض تاع الطريق هذا اللي هو حوالي 35 متر، معناه طريق بثلث أرويقة زائد خطوط نتاع الوقوف الاضطراري. وهنا كذلك نشوف ببعض الجسور، هنا الجسر هذايا، إذا فيه يعني منشآت فنية في هذا الطريق. إذا هذا هو الطريق، ولنا موعد مع الصور التي اتخذت هذا الأسبوع بمناسبة زيارة والي ولاية بومرداس إلى المشروع هذا. إذا هذا هو، وللعلم أن هذا الطريق هذا هو جزء من الطريق الساحلي اللي نشوفه هنا السريع، اللي يمتد من بلدية برج البحري إلى إذا بلدية بومرداس في ولاية بومرداس إلى دلس. إذا هذا هو الطريق الساحلي الجديد القديم، يعني فيه أجزاء عندها بزاف من اللي تم إنشائها، وفيه أجزاء راهي قيد الأشغال. هذا لهذا الطريق المزدوج اللي كان طريق في الأول، كان طريق يعني بدأت رواق واحد وتم ازدواجيته. إذا هذا طريق ساحلي. أترككم مع الصور، والسلام عليكم.